أنا الباتول بنت حمد بن عبد العزيز بن نافحة. أنا هاد الحكم جاني من الوصاية اللي عطى سيدنا النساء ياخذوا البلاد في بلاد السلالية، وأنا هاد البلاد ديال با. ومن اللي نزل الحكم ديال السلاليات مشيت أنا جريت على راسي، عطاني سيدنا جيت لبلادي حرتها، ودابا راني كنحصد فيها. وما رغم على هذا الشيء تابعيني بالتهديد وتابعيني بالمشاكل راه اللي وقعت ليا ولولدي، راهوما كيهدوا فيا. وتي قال لك ما ندخلوش لهذ البلاد، ما نقربوش ليها، مانيت ناخذ البلاد، ما عطاوها ليا، ما عبروها ليا، عطاها ليا سيدنا. انا ما بيني ما بينهم، بينو بينهم الخير والاحسان. تهديد علينا والمعيار علينا من حراتنا، ملي جا القايد ادى لي الواجب، ما عذبوني في حياتي، وهاني باقا لحد الان. اليوم حابسين عليا الماكينه، قالوا له ما تحصديش ليهم، وانا با راه هو اللي حيد هاد الدم ديال هاد البلاد. با اللي تمحن فيها، وجدي وشخله مولاه هو اللي تمحن في هاد البلاد وحيد هاد في الدار العلام، هو اللي حيدوا لها الدم ديالها. وحدين جاو عام الله بغاو يطردوني انا. قلت ما تيش بنتي، ناسي واقفين معايا ولاد عمي ولاد سي علي بن نافحه، الله يجازيهم بخير والله يحفظهم والله يرضي عليهم. واقف معايا حافي ادريس، هو ولادو تيهدوه دابا على قبلي، كيهدوا ليه ولاد. راه اللي وقعت لولادو هما، واللي وقعت لي انا وولدي هما، واللي وقعت لولاد عمي هما. راه فيهم اللي تعتق، راه القايد بيد القايد والجندار بتوع الجمعه. وعاش الملك، عاش الملك هو اللي عطى السلالي تاخذ البلاد. انا دابا البلاد ديال با اللي زايده فيها وخالقه فيها تبدلت، ودابا هذه بلاد اخرى. دابا انا بالحكم ديال النايب قساني من لائحه ديال السلاليه، دارني مانيش بنت البلاد، وانا راني باغا من ذوي الحقوق، وانا باغا من بعد ان شاء الله راني غندير سكنتي، من بعد غندير السكنه، انا غنسكن. حيت البلاد تبدلت وتغيرت، البلاد اللي كنا ساكنين فيها وعندنا فيها الحطات تبدلت وتغيرت، ما بقاتش هي هاد البلاد، هذه هي اللي كاينه وراني فيها بالتهديد دابا.